يعني حافز ودافع وحث للفصائل العراقية على ممارسة مزيد من الضغط على القواعد الأمريكية، على اعتبار لدينا قاعدة عين الأسد غرب الأنبار وفيكتوريا وسط بغداد وكذلك الحرير، وهو إخلاء مسؤولية وساحة، لأنه أشار سيد أنه بإمكانه يعني ضرب الأسطول السادس المتواجد في البحر المتوسط أو الموجود في المنطقة، وإشارة إلى جيرارد فورد المتواجد قرب يعني السواحل الإسرائيلية إن صح التعبير. ولكن هذا الموضوع حقيقة على الأبعاد السياسية والإقليمية له إحراج على حكومة السيد محمد شياع السوداني، على اعتبار أن السيد السوداني اليوم في مؤتمر يعني السابع للسفراء العراقيين أشار أن العراق يجب إبعاده عن سياسة المحاور، ويجب العراق أن يبتعد عن هذه حقيقة المناوشات، على اعتبار لدينا خطابين، خطاب للسيد محمد شياع السوداني وهو يمثل يعني البيان الرسمي للدولة على اعتبار المادة 78 من الدستور العراقي، والمادة 80 تشير إلى أن المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسات العامة للبلد هو رئيس الوزراء، ولكن هناك إحراج للسيد رئيس الوزراء من بيان فصائل المقاومة التي أشارت بالتصعيد ضمن هذه القواعد. السيد السوداني يشير إلى أن هذه القواعد هي استشارة وأدفايزرية وهذه القوات هي لتدريب القوات العراقية، بينما البيان الآخر يشير إلى أن هناك موساد إسرائيلي في يعني فيكتوريا وكذلك في قاعدة عين الأسد، وأن هذه القوات هي قوات احتلال. لذلك نجد هذه التناقضات هي فيها إحراج للحكومة العراقية. أما يعني على مستوى تحليل الشخصي أن هذه العمليات لا يعني ممكن سوف ترتقي إلى مستوى الدخول حرب مباشرة، وإنما ضمن عمليات الردع أو في المصطلح العسكري يطلق عليه الملاسنة النارية.